احنا نريد ان نشاهد هذه اللقطات من الطائره. هذه اللقطات، هذا هو شارع النصر، شارع النصر، وهذه هي عمارات النصر على الشمال. السهم يشير الى شارع النصر، وعلى الجانب الايسر عمارات النصر. نسير الى الامام قليلا، هذا هو مسجد رابعه العدويه، مسجد رابعه العدويه. هذه الحشود هي الحشود المؤيده للرئيس محمد مرسي، تم ترويج هذه الحشود اليوم على انها معارضه للرئيس محمد مرسي. ارجو عرض الفيديو مره اخرى حتى نشرح للناس حقيقه الامر. هذا هو شارع النصر، شارع النصر، هذه العمارات المتواجده على الشمال هي عمارات النصر. طيب، مساكن الضباط بشارع النصر، عمارات النصر. طيب، هذا هو شارع امتداد شارع النصر، المظاهرات مؤيدة للرئيس محمد مرسي. طيب، مسجد رابعة العدوية، السهم سيشير الآن إلى مسجد رابعة العدوية، هذا هو مسجد رابعة العدوية، وهذه المنصة هي المنصة الرئيسية أمام مسجد رابعة العدوية. هذه المظاهرات مظاهرات مؤيدة للرئيس محمد مرسي، تم ترويجها الآن في التلفزيون المصري على الأغاني الوطنية، وفي القنوات الفضائية المملوكة لمحمد الأمين، والمملوكة لمنصور عامر، والمملوكة لحسن راتب وغيرها، تم الترويج على أن هذه المظاهرات معارضة للرئيس.